انت قلت مره قلت على التعيينات خاصه اللي هي تؤدي مثلا الى الجهاز الاداري ودارته، قلت استمرار العقليه الحاليه في التفكير فقط بالسيطره على كل اجهزه الدوله سيؤدي حتما الى خلل في الجهاز الحكومي وتراجع الدوله اقتصاديا. يعني انت في ثلاثه يشتغلون في مكتب واحد زين كلهم خذوا مناصب، يعني ليش؟ شنو الكونكشن؟ شنو العلاقه؟ الا انه ولاءات. ولاءات لمتنفذ يشارك في تشكيل الحكومه، يعني الحكومه الان في اثنين ثلاثه قاعد يشكلون الحكومه. منو؟ يعني متنفذين سياسيين وتجار في نفس الوقت. متنفذين قاعد يشكلون الحكومه؟ قاعد يشكلون الحكومه، لهم اصوات داخل الحكومه، كلنا ندري. كلنا ندري ان هذا وزير محسوب على فلان، وزير محسوب على فلان. منو؟ وفي صراع. منو؟ لا حط كلام صريح. منو؟ منو محسوب؟ منو الاقطاب؟ الاقطاب؟ منو الاقطاب اللي محسوب على منه؟ اوكي، قطب برلماني حالي وقطب برلماني سابق. ما خلصت؟ انت مره اشرت لهم لما قلت ان انا ما تغير شيء. لا قلت في وزراء ان شاء الله، وقلت في وزراء ان شاء الله محسوبين على القطب البرلماني. انت تقول في السابق فيبدو ان القطب البرلماني الحالي قاعد يكسب. قاعد بس للحين ذاك الحين زين وضعه. الحين قوي. الحين قوي؟ الحين قوي وعلي. ما تشوف كل الاثار هذه؟ شنو الاثار؟ شالوا له الوزراء ملوته؟ لا بس عندك كم وزير الحين؟ في عنده واحد وزير عنده مسميات ما تخلص. هذا زين؟